السلام عليكم. اليوم غادي نديرو سيمينات صغار معمرين في الفران. الو غنحتاجو الحشوه بيضاء، غادي نحتاجو جوج بصلات كبار مشلضين رقاق، جوج فلفلات مشلضين رقاق الا كانوا ملونين من الاحسن، فيرميسيل باكية واحده صغيره تنرطبوها 5 دقائق في الماء طايب وتنقطعوها، شويه الحار شويه الزيت، وتنديروا معهم يا اما صدر ديال الدجاج يا اما لاداند يا اما كفته يا اما حتى الحوت. غير الحوت غنزيدو في العطريه الكمون والتحمير. غنحتاجو شويه ربع مقطع، قزبر ومعنوس، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، الملحه، الابزار، الصفيفره وسكنجبير. دونك اول ما غادي نبداو غنبداو بالبصله، غنديروها في المقله تحمر حتى تدبال هي والفلفله. غنديرو شوية زيت، شعلو العافية، نقصوها وغنديرو الفلفلة تحمر. نديرو في مقلة أو لا في كسرونة بحال بحال، نخليوها حتى تدبال. الو دابا غنزيدو شويه الملحه، غنملحو والابزار وغنزيدو الفلفله. ونبقاو نحركو حتى يدبال. دابا من دبلت هكا البصله والفلفله شويه، تنزيدو صدر ديال الدجاج مقطع، تنخليوه غلفه، تنحركو مره مره باش ما يلصقش، وتنخليوه ما تنزيدو لا ما لا والو، هو كيطلق الماء ديالو وتيبقى يطيب فيه. دابا مورا ما طاب بريسك طاب الدجاج، غنزيدو دابا غنديرو الربيع مقطع، غنزيدو معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، صفيفرة، وسكنجبير، والحار تزيدوه على حساب الاختيار، على حساب الذوق ديال كل واحد واش تبغيو الحار ولا لا. وحتى تقدر تنشف هذا تندمج العطرية، عاد تنزيدو الفيرميسيل و الا بغيتو نزيدو المقطع حتى هو، ونخليوها حتى تبرد عاد على ما نوجدو العجينة. دابا غنزيدو الفيرميسيل اللي رطبناها في الماء ودرناها في وقطعناها والزيتون مقطع، ونحركو العناصر كلها ونخليوها حتى تنشف. هي دابا ناشفة، غنخليوها حتى تبرد لو طون لي غنصوبو العجينة اللي غنديرو فيها هاد الحشو. دابا غنديرو العجينة، غنحتاجو زلافة ونص ديال دقيق الفورس والملحة، السكر سنيدة والخميرة، الخميرة غير شوية، والماء دافي بيان سيغ جميع العجينة. أنا غنديرو الملحة، شي شوية سنيدة، معلقة صغيرة، والخميرة ديال الخبز غير شوية بحال غنديرو المسمن، نخلطو العجينة، متكونش لا مرخوفة ولا قاصحة بين وبين. الكريسات ديالنا ملي تنديرهم تنغطيوهم بلاستيك اليمونتيغ وتنخليوهم حتى يرتاحوا واحد شويه الا ما تتبرد الحشو. تناخذوا الزيت، تناخذوا كويرات ديالهم، نسرحوها مزيان، نرققوها قدر الامكان، نحاولوا ما تتقبش نهائيا.
ناخذ شويه من الحشوه نجمعو من هنا، تنجمعو من هنا، وهادي تنديرو لها هكا، وتنقلبو عاد تنجمعو من هاد الجهة الأخرى، وتنستفهمو في لاطا، نوريكم وحدة أخرى، تنسرحو مزيان. تيرتاحوا الكريسه تيجيو ساهلين في التسراح ديالهم، ماشي فحال الا غير عجناها وخدمنا بها. سرحوا مزيان هكذا، تناخذوا معلقه ديال الحشوه تخليوها هكا الوسط، ما تسرحوهاش، تنجمعوا هاد الجهه، تنجمعوا هادي، تنجيبو هادي اللي قدام، تنجيبو الجهة الأخرى هكا، وتنستفوهم، من تنساليوهم كاملين تندهنوهم بيضة، وتنسخنو الفران وتندخلوهم، نيش أنا ما تنخليهم لا يخمرو لا والو، غي تندهنوهم بالبيضة وتندخلوهم الفران. المسمنات ديالنا من عمرناهم كاملين تنستفوهم في لاطا مدهونة، تندهنوهم ببيضة، تنخلط معها غير شويه ديال نسكافيه باش تعطي داك اللون زوين لهادو المسمنات. الوغ تندهنوهم كاملين وتندخلوهم الفران مسخن، تيكون مسخنينو تقريبا 200 درجه حتى 220، وتنخليوهم حتى تيتحمروا مزيان. هادو المسمنات ديالنا من طابو تيجيو محمرين هكذا، نقدمو مع كويس ديال اتاي، وتيليقو اوسيكم شهور رمضان، وبصحة وراحة.